بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك، النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين، بطل السوبر الماضي وبطل السوبر الحاضر، بطل القرن العشرين وبطل السوبر في القرن الواحد والعشرين. يمكن انتهى لقاء السوبر وانتهت فضيحة النادي الاهلي اللي اتفضحها بجلاجل قدام نادي الزمالك، وان الزمالك يكسب السوبر المصري ده بالنسبة للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والاعلام وادوات، حطها بين قوسين الكلمة دي، ادوات النادي الاهلي، ده من رابع المستحيلات ان الزمالك يكسب السوبر اللي جاي. لان احكي لك دلوقتي، الزمالك لو كسب السوبر اللي جاي هيتم اشعال النيران، نيران الغضب في النادي الاهلي، فما ينفعش الزمالك يكسب السوبر اللي جاي. عشان كده بننبه لعيبة نادي الزمالك، كونوا رجالا مثلما كنتم رجالا في السوبر الافريقي. الزمالك لو فاز بهذا الكأس تحديدا السوبر المصري، اقدر اقول لك مبروك عليك يا زملكاوي، الموسم القادم كل البطولات زملكاوية باذن الله تعالى، وعندي من المفاجآت ما يكفي. خلونا الاول نبدأ بادوات الاهلي. اكيد لما تكون نادي كبير بيكون عندك ادواتك، وخاصة اذا كنت النادي الاهلي مش الزمالك. النادي الاهلي عنده ادواته كتيرة قوي، ولازم يدخل السوبر اللي جاي بادواته كاملة بشكل كبير. بدأ يضغط من دلوقتي على لجنة الانضباط، فين العقوبات بتاعت جوميز؟ فين العقوبات بتاعت بيراميدز ولعيبة بيراميدز ومروان حمدي؟ فين العقوبات مش عارف بتاعت مين؟ فين العقوبات بتاعت مين؟ عاوز يدخل الأندية سواء الزمالك أو بيراميدز السوبر وهم متكسعمين. يعني إيه متكسعمين؟ يعني ماشيين على ركابهم. لازم يلعب خارج الملعب، ما يعرفش يلعب داخل الملعب. لما لعب داخل الملعب الكروديا شفته حصل فيه إيه؟ ما جابش ضربة ركنية الكروديا لما لعب داخل الملعب، انما ده استاذ في خارج الملعب. بدأ يضغط على لجنة الانضباط عشان يطلع قرارات ضد جوميز وضد مروان حمدي. النهاردة طلع علينا احمد شوبير وقال لك لجنة الانضباط اوصت بايقاف مروان حمدي 6 اشهر، واتحاد الكورة يعني بيدرس القرار. طب ليه القرار هيطلع دلوقتي؟ عشان خاطر السوبر جاي، عاوز اعمل اي حاجة خارج الملعب. وبدأوا دلوقتي يتكلموا، اصل جوميز، اصل التقرير، اصل مش التقرير. بدأت يا باشا التعليمات تيجي، لدرجة ان مروان حمدي كان رايح سموحة من بيراميدز، التليفون اترفع على فرج عامر الغي الصفقة دي، اللعيبة هتوقف 6 اشهر. الكلام ده من كام يوم، وبالفعل الكلام الاهلي طلع صح، والنهاردة احمد شوبير بيطلع يعني زي ما نقول كواليس من داخل لجنة الانضباط بإيقاف مروان حمدي 6 أشهر. إذا قرارات لجنة الانضباط خارجة من النادي الأهلي، ده اللي أنا فهمه. المؤشرات بتقول كده، المؤشرات بتقول كده. بل سموحة رفض التعاقد مع مروان حمدي لمعرفته مسبقا أن اللاعب سيتم إيقافه 6 أشهر. إذا القرارات دي اللي مطلعها محمود الخطيب وليست لجنة الانضباط، وليست لجنة الانضباط. عاوزين يوقفوا لعيبة بيراميدز، عاوزين جوميز يتوقف. ما هو جوميز دلوقتي بقى عفريت، وحطها بين قوسين، مش هيسيبوا جوميز في مصر. لازم إدارة الزمالك تخلي بالها من دلوقتي، مش هيسيبوا جوميز في مصر. هذا النادي ما بيعرفش يلعب داخل الملعب، لأن داخل الملعب اتكسعم على ركبه، داخل الملعب كروديا، ده خارج الملعب أستاذ. بصوا، أرفع للأهلي القبعة وأحييه خارج الملعب. انا بجد ما اقدرش عليه خارج الملعب، ده اسطى، ده معلم، ده كبير قوي خارج الملعب، انما داخل الملعب كروديا. المهم، طب يا كروديا، فين عقوبات السوبر الماضي لما مسكتوا لعيبه بيراميدز امام مرأة ومسمع الجميع، شلاليت وبالاقلام وعلى قفاهم هناك في الامارات؟ يعتبر الامارات دي مقر بيراميدز يعني، او المالك بتاع بيراميدز اماراتي في بلده. اتضربوا واتهانوا لعيبه بيراميدز، فين القرارات بتاعتها يا محترم؟
ما احنا عندنا نظريه مؤامره، رد بقى عليها بلا جوابيه. عمره بيع اقترب العيال اللي هي ما بتفهمش الكره مربعه ولا مدوره. جزء كبير من جمهور الاهلي لا يفقه في فنيات كره القدم، ما يعرفش عنها حاجه. فين عقوبات بيراميدز لما ضربتوا بيراميدز وانتوا لعبتوا؟ رغم ان بيراميدز ده نادي يستاهل، انا مش بدافع عنه، ده عدو الزمالك الاول بيراميدز، ولكن انا بتكلم بقى على العداله. فين بيراميدز؟ عقوبات بيراميدز فين؟ فين؟ حد يعرف فين؟ طب فين عقوبه انسحاب الاهلي من الكاس؟ ما طلعتش لغايه دلوقتي، رغم ان الخطيب قال لك انا مش هلعب الكاس اللي جاي. طبقوا عليا العقوبه، خايفين برضو. ما خلاص بقى يا جمال يا علام بقى، ما الخطيب قال لك بقى خلاص بقى يا جمال يا علام بقى، ما الخطيب اداك الاوردر بقى، ما تطلع بقى يا اخي بقى القرار بتاع انسحاب الاهلي. خايف مرعوش. ها؟ طب اللي بيتكلموا على العقوبات، اصل الاهلاوي ده ملوش الا واحد زيي اللي هو بيسموه قارح. الاهلاوي ده عينه تتدب فيها رصاصه، يا بتاع اللوايح يا ملوح. هو في لوايح لعيب يضرب لعيب بالقلم ويسب له دينه ودين اهله ودين امه ويسكعه بالقلم على وشه قدام مرأة ومسمع الجميع، ولعيب ضيف عندنا يا ريته مصري ضيف، وياخد ماتشين يا مدلس يا مدلس. كهربا القف أح، فاكرين 12 ماتش ونزلوا 6 ماتشات وكانت غرامة 1,000,000 جنيه، نزلت 500,000 جنيه. لما مروان حمدي 6 شهور مع المؤبد بيسموها ايه، مع الاشغال الشاقة المؤبدة، يلبس بقى مروان البدلة الزرقاء ويقعد مروان حمدي ويقعد بقى يشتغل في الصخر يكسر الصخر عشان شتم سب آلهتنا فلنأخذ من كل رجل قبيلة. في ايه؟ 6 شهور ليه؟ 6 شهور ليه؟ هو هرب من على الجبهة 6 شهور؟ ولكن بيراميدز نادي يستاهل. طب فين الشكوى اللي بيراميدز اشتكى اعضاء مجلس ادارة الاهلي؟ فين؟ ينانينانينا نا 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 مفيش، مش هتلاقي. المهم بدأت الأجواء تهيأ للنادي الأهلي للحصول على كأس السوبر المصري. يعني أنت يرضيك أنت كزملكاوي فاهم إنهم سواء اللجنة المنظمة ولا الاتحاد اللي هو بتاعنا ده ولا لجنة الحكام بتاعتهم دي، أنت فاكر الناس دي هيسيبوا يبقى في عدالة في السوبر المصري؟ أنت فاكرها كده؟ أنت فاكر هيبقى فيه كده؟ مفيش كده، أقسم بالله ما هيبقى فيه كده. بيلعبوا الزمالك الساعة 4 العصر بتوقيت مصر اللي هي 6 بتوقيت الإمارات، والأهلي هيلعب الساعة 8 اللي هي أعتقد 10 بتوقيت الإمارات. ليه؟ ليه تلعبني كزمالك الساعة 6 والأهلي 10؟ ما هو 6 ده برضو فيه أجواء حارة في الإمارات. ليه تلعبني 6 وتلعب الأهلي 10؟ دي نقطة. النقطة الثانية، حضرتك النادي الاهلي لو كسب سيراميكا هيلعب المباراه النهائيه على نفس الملعب اللي هو عليه اللي هو محمد بن زايد، يعني الماتشين والاهلي كده كده يكسب سيراميكا، لان سيراميكا ده بيفتح رجله للاهلي. لا مش بيفتح رجله، بيفتح رجله عشان الاهلي يعدي، فسيراميكا فتح رجله للاهلي والفرع الثاني من الاهلي، فكده كده سيراميكا هيتكرت على قفاه والاهلي هيكسب، فالاهلي هيفضل على ملعبه اللي اتعود بقى عليه الماتش اللي فات بقى بتاع محمد بن زايد. الزمالك لو كسب بيراميدز الزمالك هيلاعب بيراميدز في ملعب آل نهيان. لو الزمالك كسب بيراميدز الزمالك هينتقل لمحمد بن زايد. اذا مفيش تكافؤ فرص، مفيش تكافؤ فرص يا فندم، ده برضه عشان نبقى حاطين الامور في نصابها الطبيعي، مفيش تكافؤ فرص. ولازم مجلس اداره نادي الزمالك يتكلم، الناس المحترمة اللي احنا شكرناهم كتير واشدنا بيهم لازم تتكلم. مفيش تكافؤ فرص، الاهلي يلعب ماتشين على ملعب واحد والزمالك ماتش وماتش. دي نقطة. النقطة التالتة، عاوز اسأل حضراتكم سؤال، هو ايه اللائحة اللي تم الاستناد اليها
ان الزمالك يلعب بيراميدز، يعني مثلا ليه الزمالك ما لعبش سيراميكا مثلا؟ مثلا ليه الاهلي يبقى في حته والزمالك في حته ونعمل قرعه مثلا ونشد ورقه كده، الاهلي يشد ورقه والزمالك يشد ورقه عشان ما يلعبوش بعض في الاول وكل واحد زي ما يطلع. ايه انما ليه الزمالك يصطدم ببيراميدز؟ بيراميدز بالمناسبه اقوى من الاهلي، اسكواد بيراميدز اقوى من الاهلي، مدرب بيراميدز افضل من مدرب الاهلي، بيراميدز دلوقتي افضل من الاهلي بمراحل. ليه تلعبني بيراميدز؟ ايه اللائحه؟ يعني انا بسال حضراتكم رد عليا معلش، يعني احنا لو بنتكلم كتير في الموضوع ده معلش انا بعتذر والله ان الحلقه ممكن تطول مني، ولكن رد عليا ايه الاستناد ان الزمالك يلعب بيراميدز؟ ليه الزمالك ما لعبش سيراميكا والاهلي يلعب بيراميدز؟ هي متطبخه، هي متطبخه، الطبخه بتستوي للاهلي، ما ينفعش يتغلب سوبرين ورا بعض، الكروديا يتكرت سوبر واحد، فانا عاوز اخد السوبر ده يا فندم. انت عاوزه ليه يا محمد؟ عاوزه عشان كذا حاجه، اولا نوقف الاحتفالات، نادي الزمالك لازم يوقف الاحتفالات. انت عندك 5 بطولات جايه، عندك دوري، عندك سوبر مصري، عندك كاس مصر، عندك الرابطه، وعندك الكونفدراليه، 5 بطولات لعيبه نادي الزمالك، انا عاوزهم. على الاقل تسيب لي الرابطه ما عنديش مشكله، تلعب بالشباب الصغيرين او بالصف الثاني، انما انا عاوز دوري وعاوز كونفدراليه وعاوز كاس سوبر وعاوز كاس مصر، انا طماع. انا نادي الزمالك. انا طماع. فالزمالك لازم ان شاء الله باذن الله باذن الله يكسب السوبر وعلى حساب الاهلي، وتكون المباراه النهائيه مع الاهلي وناخد الكروديا تاني على قفاه. فانا اتمنى كده يا راجل. ده انت كسبت يا راجل. تعال شوف ناصر منسي عمل ايه. ناصر منسي بينهي عصر كولر في الاهلي. الزمالك لو كسب الماتش ده او لو كسب البطوله دي سينتهي عصر كولر من نادي الاهلي. انتوا مش عارفين يا لعيبه نادي الزمالك انتوا بتعملوا ايه. يا لو حضرتك بتتفرج عليا دلوقتي والله والله بتكلم من قلبي مش بضحك عليك، اعمل يا فندم دعم للفيديوهات بتاعتنا بعد اذن حضرتك، لازم توصل للعيبه نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك لو كسبوا البطوله دي لا تتخيلوا المكاسب اكتر من مكاسب السوبر الافريقي. يا راجل ده ناصر منسي جاب محمد رمضان مدير كورة، ناصر منسي استبعد امام من المنتخب، ناصر منسي استبعد يحيى عطية الله واشرف داري من المنتخب، ناصر منسي استبعد بيرسيتاو من جنوب افريقيا من منتخب جنوب افريقيا. الخطيب بيطالب محمد رمضان بعقوبات مغلظة على امام عاشور، وامام عاشور رافض هذه العقوبات المغلظة، وازمة كبيرة في النادي الاهلي، انت بتصدر لهم مشاكل غير طبيعية. النهارده مهيب عبد الهادي طلع وقال لك كولر يبحث الرحيل بعد تعيين محمد رمضان مشرف عام وقائم باعمال مدير الكره ومدير رياضي في النادي الاهلي، رافض كولر وجود هذا المنصب من الاساس. ده كله بسبب الهزيمه يا فندم، ده كله بسبب ناصر باشا منسي، ناصر هاج، ناصر ماج، يعني 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 ده كله بسبب ان انت كسبتهم. اكسب، انهي عليهم، انهي عصر الكولر في النادي الاهلي، خليهم يجيبوا مدرب جديد، خليهم يدوروا على مدرب جديد، هيجي لسه مش فاهم الفرقه، هيبدا دوري هيتلطش من هنا ويتلطش من هنا، تكون انت خدت نقط في الدوري، تكون سبقت في الدوري، هتخلص الماتش يوم او هتخلص البطوله يوم 24 تكون كسبانه ودايس عليه للمره الثانيه، عندهم يوم 29 بعدها باربع خمس ايام العين الاماراتي في الانتر كونتيننتال دي هنا في الاستاد، هتكون معنوياتهم في الارض والجمهور هيهاجمهم، والعين الاماراتي تخيل بقى لو حط عليهم يبقى ضاع منهم 3 بطولات في ظرف اسبوعين. هندعم الكلام ده ولا مش هندعم؟ هنوصل الكلام ده للعيبه نادي الزمالك ولا مش هنوصل الكلام ده للعيبه نادي الزمالك؟ وده اللي قاله النهارده الاستاذ ممدوح عباس. ولا قبل ما نبدا بالاستاذ ممدوح عباس تعالى اقول لكم الحكام اللي اتحطوا بتوع البطوله. يعني حكم الساحه امين عمر، وما ادراك امين عمر، ملاكي اهلي. محمد معروف ملاكي اهلي. محمود ناجي واحمد الغندور ده ملاكي 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 اهلي. تعالى نشوف الحكام بتوع المساعدين احمد حسام طه ومحمود ابو الرجال وشريف عبد الله وهاني خيري.
تعال بص حكام الفار وائل فرحان ومحمود عاشور اللي ما بيحكمش بقاله سنه بسبب انه زعل الاهلي، فتخيل بقى لسه جاي في البطوله دي مش هيقدر محمود عاشور يزعل الاهلي عشان يرجع تاني ل يعني يستكمل بقى الرحله بتاعته في التحكيم. فلو زعل الاهلي او اصلك انت بتزعل الاهلي بتحكم بالعدل. الاهلي مش عايز عدل ولا يعرفه ولا يعرفه ولا يعرف العدل ده. فيا فندم نقفل على نفسنا، لعيبة نادي الزمالك نقفل على نفسنا، اخر يوم في الافراح يا فندم بكرة الجمعة اخر يوم في الافراح، من يوم السبت خلاص معسكر وتدريبات، ما احنا خلاص ما كسبناش سوبر، اقفل اقفل اقفل. وياريت نقفل حتى اي اخبار متداولة عن تجديدات ومش تجديدات الا بعد السوبر المصري. وده اللي قاله النهاردة من استاذ ممدوح عباس، الراجل اول مرة يعني من القلائل التويتات اللي بتفق معاه فيها، بيقولك انا منزعج جدا من هذا الانفجار الاعلامي في نادي الزمالك، لاعبين وجهاز فني واداري، وعلينا ان نلتزم الصمت، فمن يراجع الالتزامات والارتباطات القادمة لنادي الزمالك يتيقن تماما ان المسألة مش لعب عيال. اتفق معاك يا استاذ ممدوح. وعلى إدارة نادي الزمالك أيضا أن تنهي هذا الكلام من بعض أعضاء مجلس الإدارة، عمال على بطال، وقديما قالوا السكوت من ذهب، وأن تكون مستمعا أفضل من أن تكون متكلما. أتفق معاك يا أستاذ ممدوح، التصريحات دي طالعة لأن أستاذ ممدوح بيعشق زيزو وشيكابالا. فطبعا امبارح كابتن هشام نصر اتكلم طبعا على الكابتن زيزو، فالاستاذ ممدوح عباس زعلان على زيزو، ولكن تصريحاته دي هضحك على نفسي وهاخدها ان هو متضايق من هذا الانفجار الاعلامي في نادي الزمالك، متضايق من اللي بيحصل في نادي الزمالك. نقفل على نفسنا شويه، نشوف طلبات جوميز. جوميز طالب صفقتين قبل السوبر اللي انت ما تعرفهوش. جوميز عاوز جناح شمال وعاوز لعيب رقم 6 وعاوز مدافع، بس قال لهم لو جبتوا لي صفقتين اهم حاجه عنده رقم 6 و الوينج الشمال. جوميز قال لهم انا عاوزهم قبل السوبر، فلازم نشوف طلبات جوميز. في اقتراح ان الفرقه تسافر بطياره خاصه، يسافروا بطياره خاصه، يسافروا بطياره خاصه. انا ما عنديش مشكله، انا عاوز اكسب يا فندم البطوله دي، انا عاوز اكسب البطوله دي يا فندم بعد اذن حضرتك. تعال شوف كمان، تعال شوف كمان يعني اصداء السوبر، اصداء السوبر، استبعاد يحيى عطيه الله واشرف داري من منتخب المغرب، بركاتك يا اسطوره، بركاتك يا ناصر يا منسي، استبعادهم من المنتخب. تعال بقى شوف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، عشان محمود بن تايك لعب ماتش واحد مع نادي الزمالك، وليد الركراكي بيقول لك بن تايك وصل مؤخرا لنادي الزمالك وكان في نادي سانت تيان ولم يلعب معه، وسبق له اللعب في الرجاء ولديه مجال كبير للتطور، ممكن في المستقبل رؤية بن طايك، يعني ممكن نشوف بن طايك في المستقبل في منتخب المغرب، وبالعمري في المنتخب، عليهما مواصلة العمل، نحن نتابع جميع اللعيبة. يعني بن طايك ممكن الفترة اللي جاية لو واصل هذا التألق هيلعب على يحيى عطية الله وهيبقى عندك الباك الشمال الأساسي لمنتخب المغرب. ده كله عشان بن طايك لعب ماتش مع منتخب مع نادي الزمالك، بقت أعين وليد الركراكي رابع العالم ومدرب المنتخب المغربي على، بقت عينه أصبحت خلاص على محمود بن طايك بعد الاداء المزري اللي حاطيه الله اللي شوف جايبينه بكم بدولارات قد ايه. الزمالك بيعلي محمود بن طايك بدون الزمالك ولا حاجه. اشرف بن شرقي لعب في الزمالك، دخل منتخب المغرب، خرج بره الزمالك ناسيا منسيا. فرجاني ساسي كان الناس كلها بتنادي باسمه في الوطن العربي وفي القاره الافريقيه، رحل عن نادي الزمالك، بح فرجاني ساسي. محمد ابو جبل بح، كل اللعيبة اللي بتخرج من الزمالك بح، لمن يهمه الأمر، اللعيبة اللي بتتنك على نادي الزمالك، اللعيبة اللي بتتنمرض على نادي الزمالك، اللعيبة اللي عايزة عقد الرعاية كلها لنادي الزمالك. نادي الزمالك أكبر من الجميع، نادي الزمالك اللي عاملكم وبيعملكم ويقدر يعمل غيركم. تقطيع في هشام نصر، تقطيع في هشام نصر. ليه تقطيع في نائب رئيس نادي الزمالك؟ عشان لاعب، عشان لاعب نقطع في نائب الرئيس؟ عشان لعب؟ لك الله يا جمهور الزمالك الحقيقي، لك الله.
بالمناسبة جمال الغندور بيقترب من رئاسة لجنة الحكام وبيتحارب من الأهلي. بالمناسبة يعني بيتحارب من الأهلي. بما اننا بنتكلم على كابتن هشام نصر، الكابتن زيزو محترم تواصل اليوم مع الكابتن حسين لبيب واشتكى له من كابتن هشام نصر وتصريحات الكابتن هشام نصر. احمد عبد الباسط النهارده كان ليه فيديو صحفي كبير بيقول لك زيزو هياخد في الموسم الاول 80 مليون والموسم الثاني 90 مليون. مش هتكلم على رأي الشخصي، انتوا عارفين رأي الشخصي في الموضوع ده كويس قوي، ما بحبش اقوله كتير رأي الشخص عشان بيعور شوية. ولكن الكابتن هشام نصر انا مش دفاعا عنه، يعني انا قلت هو تصريحاته توقيتها غلط والمفروض كمان مش هو اللي يطلع يتكلم. ولكن هو الراجل ما كفرش، هو الراجل قال زيزو عايز 60 مليون او اكتر. ما احنا كلنا عارفين كده ان هو الباشا عاوز اكتر من 60 مليون. الراجل قالك هو بيستخدم نجوميته عشان يجدد عقده. هل انت حتى انت اللي بتعشق زيزو شايف ان هو نجم الزمالك الاول، هل بذمتك انت مش عارف ان زيزو بيستخدم نجوميته وجماهيريته عشان يضغط عشان يزود عقده؟ او مش يزود عقده، يضاعف اضعاف مضاعفة عقده. فكابتن هشام نصر ما قالش حاجة كده، متقطع متقطع. والنهاردة صحفيين تقطيع فيه، صحفيين كانوا هزازين رؤوس، تقطيع في هشام نصر، تقطيع ونقف مع لعيب، وتقطيع مع نائب الرئيس، مدلدلين هزازين رؤوس. ده طالعين يقول لك ايه هزازين الرؤوس في القنوات اللي هي بتاعت اليوتيوب بتاعتهم، يقول لك فتوح هيسافر مع الزمالك في السوبر المصري. الناس دي ما بتقولش معلومة صح غير اسمها، واشك انهم عارفين اسمائهم اصلا. بقى فتوح مسافر في السوبر المصري مع الزمالك، يقول لك اصل فتوح مسافر مع الزمالك في السوبر المصري. هنا الحمد لله احنا لا صحفيين ولا دياولو، بس معلمين معلمين. فتوح عنده جلسة يوم 22 اكتوبر، ما ينفعش اصلا يسافر ويسيب الجلسة، لازم يكون موجود هنا في مصر يوم 22 اكتوبر. طيب بطولة كأس السوبر المصري من كام لكام؟ من 20 ل 24. يعني فتوح لو سافر مش هينفع يسافر، هيبقى في عز البطولة يعني، والبطولة شغالة، فتوح هيكون هنا يوم 22 ربنا معاه. حتى مش قادرين تفكروا صحفيين ايه بتطلعوا تقولوا اي كلام للناس، حرام عليكم، ما بتقولوش حاجة صح، ما بتقولوش كلمة صح. وبرضو قبل كده اصل فتوح زار اسرة المتوفي، ما هو لسه اشرف عبد العزيز قايل ان هو لسه زار امبارح. قبل كده 8 مليون دولار موسى ماريجا في الزمالك، اي كلاموش. والناس الغلابة بتصدق، والناس الغلابة بتصدق. ففتوح مش هيسافر، لان فتوح ما ينفعش يسافر، جلسته يوم 22 والبطولة هتخلص بتاعت كاس السوبر من 20 ل 24. هيسافر ازاي بجد؟ اي حد بيطلع يتكلم، اي حد بيطلع يتكلم معلومة مش عنده. هبد كل يوم، هبد كل يوم، هبد وتكسير في نائب الرئيس عشان لعيب كورة ممكن تبيعه وتجيب غيره 10 10. ده الكلام ودي الحكايات ودي الروايات. فكابتن زيزو اشتكى للكابتن حسين لبيب، والكابتن حسين لبيب يعني طيب بخاطره واتكلم، يعني ما تزعلش واحنا والحكايه والروايه. نيمار تمت اعارته لنادي البنك الاهلي، اتمنى يكون نيمار رايح، ما فيش نيه شراء، اتمنى. الموضوع ده مهم جدا. واحمد يحيى النهارده اتفاجئت ان هو وكيله واقف متصور معاه في الصوره. احمد يحيى ده واخد كل لعيبه نادي الزمالك، انا خايف يكون احمد يحيى ده هو وكيل كابتن حسين لبيب بجد. انا خايف احمد يحيى ده اصحى من النوم الاقي نادي الزمالك للالعاب الرياضيه ملك احمد يحيى واولاده. مش ممكن، مش ممكن حاجه، يعني مش ممكن، اقسم بالله حاجه مش ممكن. فانا يعني مش عاوز اطول عليكم، والله عندي كلام كتير جدا جدا جدا، مش عاوز اطول عليكم، ولكن خلونا ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل يعني نكمل بقيه كلام وبقيت التصريحات والاخبار الصادقة اللي مش بنطلع نتاجر بحد ولا بنضحك على حد.
ومعلوماتنا يعني بالتأكيد ان فتوح مش مسافر، انما اي كلاموش اي كلاموش. هزاز السابق بقوم دلوقتي نجوم سوشيال ميديا، اي كلاموش عبيله واديله، عبي الهواء في ازايز. يلا خلينا سلم عليكم وان شاء الله نتقابل دايما على خير وصحة وسعادة. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم. الف سلامه.